العتب الأساسي على الحكومة، لأنه ماكو رقابة، يعني رقابة على المواد. يعني احنا من نطلع نتسوق بالسوق نتفاجأ بالأسعار غالية، يعني المفروض هم يراقبون هذا الشيء. يعني مثلا اكو اشياء منتهية الصلاحية، يعني فواكه منتهية الصلاحية، يعني علب منتهية الصلاحية ايضا، يعني ويبيعوها بأسعار غالية. فيعني العتب اكيد على الحكومة، المفروض يراقبون هذا الشيء. مطالبي انه المفروض ينزلون على السوق يشوفون الاسعار تعلى تنصى ورقابة الموضوع. حاليا بالاسواق اللي موجودة اكو ارتفاع بيها، مو نقول طفيف بس اكو ارتفاع اكثر من الطفيف، بسبب انه ما اعرف انه اكثر التجار او اكثر اسواق المحلات يشتكون يقول انه طريق مسدود او دفع جمارك اضافية، فسببت هذا الشيء ارتفاع بالاسعار. وهذا التأثير عن يمين يصير كله على المواطن، يتأثر بالوضع الأسعار وهالشيء هذا، فأكثر ضرر دي يصير بالارتفاع الأسعار هو على المواطن دي يعاني من هالشيء هذا. شكرا. يرجع الارتفاع الأسعار اللي موجودة لضعف الرقابة الحكومية على بعض، يعني شلون نقول، على المحلات، على كل الأجزاء وكل مفاصل الدولة. يعني لازم تكون رقابة على كل المحلات، تحديد بالأسعار، تحديد بالكلفة، تحديد إنه شلون تجي هاي البضاعة، شلون نقدر إنه نسيطر على هاي البضاعة اللي موجودة. يعني هسه كل من هو بكيفه، يعني كيفه يبيع، بكيفه إنه يجيب، بكيفه إنه يبيع هاي المادة، بكيف إنه يجيب هاي المادة، شلون يستوردها. فهذا أكيد هي ترجع كل أسباب إلى شنو، ضعف الدولة وضعف الرقابة اللي موجودة. يعني إحنا يعني نناشد ونطالب إنه الدولة تشدد الرقابة على هذا الموضوع، إنه تقدر إنه شلون تحجم أو تقلل من هيك ظاهرة الموجودة هي ارتفاع بالأسعار. الأسعار اللي تجي غالية مثلاً بهذا الوقت هسه من الزيارات، الطريق ينسد، والطريق مثل الطماطه هسه بس تركيا قاعده تدخل هسه للعراق، ماكو بس طماطه ايرانيه، طماطه مو زينه، وتدخل العصير تدخل على طريق سليمانيه، من طريق سليمانيه الطب البغداد، السيطره مال الصفره ياخذون قمرك على السياره للطب، ياخذون 500، ياخذون مليون نوبات، مليون على السياره، رغم تغلى الطماطه. بس باقي الاسعار كلها رخيصه لان كلها عراقي، عراقي رخيص. باقي الخيار، الفلفل، شو اسمه، البصل كلها رخيص، بس الطماطه شويه غاليه والفواكه المستورده غاليه. يعني الموسم، لان مو موسمها الطماطه، هسه موسمها تنزل الطماطه العراقيه، تنزل الصيفيه تنزل الطماطه تصير 100 و200 و300، رغم هذا الغلاء يصير من المستورد يدخل تغلى الطماطة. اي تغلى الطماطة لان يعني قليلة الطماطة تدخل، قليلة يعني تدخل طماطة قليلة، من قليلة تصير غالية شوية الطماطة تغلى. واذا طماطة مثلا طماطة مثلا اذا هواية مثلا تدخل العراق، عراقية وتركية وايرانية، بهذا الوقت ينزل الاسعار المخضر كلها. شكرا. اهلا وسهلا بك، يا مرحبا. الفلفل بيه، شوف هاي كيلوين الخيار، قاعد يا اليمك الوحده.